دائما الجديد أحبائي، كنقدم لكم شوكولات منزلي بأربع مكونات فقط، أكثر من رائع. كنحتاج 6 معالق سكر كلاسي، 6 معالق كاكاو، 3 معالق حليب بودر، وكنخلطو كلشي مزيان. في إناء فوق حمام مريم كنضيف الزبدة دايبة. بالنسبة للزبدة استعملت هاد النوعية، 200 غرام، كنضيفها بشوية بشوية على الخليط حتى كيتساجبو مزيان. كنضيف شوية ديال الفاني السائلة، كنخويو الشكلاط في مول سيليكون على حسب الشكل اللي بغينا. يمكن لكم كذلك تضيفوا الحليب المحلى او الكراميل وسطم الشوكولاتة بهذه الطريقة. من بعد كندخلوه المبرد لمدة 30 دقيقة، وكيكون هذا هو الشكل النهائي. يمكن لكم ديروا كمية أقل من الكاكاو باش تحصلوا على لون أفتح أو بني. كناخذ 2 معالق من خليط الشوكولات، كنضيف ليها 6 معالق كوك، وكنجمعهم بالحليب المحلى.
في الاخير كنشكلوا كريات كندوروهم في فيرميسيل شوكولات اسود وكنقدموهم مع الشوكولات وبالصحه والراحه. Thank you.